إذن لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا. إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك، فاحمد الله عليه. قال: ولكن ننظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي التي عليها المدار، وهذا يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب: إنما الأعمال بالنيات. القلوب هي التي عليها المدار. كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح، لكن لما بني على خراب صار خرابا. النية هي الأصل. تجد رجلين يصليان في صف واحد بإمام واحد، يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. لماذا؟ لأن القلب أحدهما قلبه غافل، بل ربما يكون مرائيا في صلاته والعياذ بالله، يريد بها الدنيا، والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهما فرق عظيم.